قانون الطوارئ أو الأمن الغذائي فيه جنبة مالية، الموازنة بها جنبة مالية. إذن ما الذي يمنع، وحتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، أن تقدم الموازنة حتى نطلع من هاي الإشكاليات وتكون المعالجات أكبر وأوسع؟ هن الاثنين بهن جنبة مالية، ليش هاي حلال وهذا حرام؟ يعني أحكي لك بصراحة أستاذ نجم، الموازنة موازنة كبيرة متعلقة بالمحافظات والوزارات وإقليم كردستان وبعض القوانين، طرحها الآن قد يحتاج إلى وقت طويل لمناقشته في داخل مجلس النواب، ويحتاج إلى جلسات مستمرة في داخل المجلس. يعني إحنا كنا في الدورات السابقة تقريبا 3 إلى 4 أشهر تستغرق مناقشة الموازنة، وباجتماعات مستمرة ومعدل 14 ساعة يوميا يلا نقدر نكمل صياغة الموازنة ونحصل على توافق بين الكتل السياسية عليها. اليوم بهذا الوضع اللي موجود في داخل مجلس النواب، اللي هو عدم انتظام الجلسات وبنفس الوقت التقاطعات السياسية لعدم إكمال النصاب، إرسال الموازنة يجوز يحتاج إلى وقت طويل جدا، وبالتالي قد تكتمل السنة وماكو موازنة. قانون الأمن الغذائي تقاطعات بأقل باعتباره هو متعلق بالمواطن العراقي، خاصة بالطبقات الهشة والطبقات الفقيرة، وما أعتقد أكو كتلة سياسية سترفض دعم هذه الطبقات. فالاتفاق على قانون مصفحتين يمس مواطن أو يمس مشاريع تنموية للمواطن أو مشاريع تنموية كبيرة للدولة كالكهرباء والنفط، ما أعتقد ستكون فيها تقاطعات كبيرة. لذلك ممكن تمرير قانون الأمن الغذائي بسهولة أكثر، هذا من باب حقيقة. من باب ثاني وخلي أكون واضح، اليوم بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقضية يعني الطعن بدستورية قانون النفط والغاز اللي صوت عليه برلمان إقليم كردستان، أيضا الموازنة صارت اليوم من الصعب يعني صياغة أي فقرة تختص بحصة إقليم كردستان مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية، وبالتالي هذا هم قد يعطل. يعني إذا وضع النص كما أتى من المحكمة بأن وزارة النفط هي من تصدر وهي من تنتج وهي من تمسك الحقول، تعرف هذا راح يصير كأنه مشكلة سياسية احتمال كبيرة وتعطل الموازنة على أثرها. فيحتاج أن يكون هنالك توافق بين الكتل السياسية الكبيرة وبين حكومة الاتحادية سواء الحالية والتي ستتشكل وبين حكومة إقليم كردستان على صياغة توافقية لتحقيق قرار المحكمة الاتحادية، أو الذهاب إلى إقرار قانون النفط والغاز بسرعة قبل أن تأتي أو يأتي قانون الموازنة. وهذا محط اختلاف كبير أيضا، إذا ذهبت الموازنة وبدون اتفاق يعني ممكن أن تعطل لأشهر طويلة وما نوصل بها حقيقة إلى أي توافق في داخل المجلس. يعني ذلك بما أنه هنالك مشكلة آنية، نعم مشكلة آنية، مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية المواد الإنشائية، أيضا نسبة التضخم اللي صعدت من 0.6% بال 2021 إلى 7.9% في 2022 تحتاج إلى معالجة طارئة، مو معالجة تستمر إلى أشهر طويلة.